دكتور يذكر البعض القيم أو مصطلح القيم العمانية، فهل هناك قيم نعم عمانية تميزها من بين الأقطار؟ وما إشارة قول النبي صلى الله عليه نعم وسلم في الحديث: لو أهل عمان أتيت نعم ما سبوك وما ضربوك؟ نعم نعم لا شك أن كل شعب يتميز بسمات معينة، هذه السمات يقال عنها قيم معينة، وهذه القيم هي التي تشكل ثقافة هذا الشعب عبر العصور عبر التاريخ. والشعب العماني ولله الحمد عبر مسيرة الطويلة عرف عنه بعض القيم التي اشتهرت عن هذا الشعب، وهذه هي التي أعطته نوع من الخصوصية مقابل الشعوب الأخرى. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ما نفتخر على صدورنا نحن العمانيون، لو وهو قوله لمن جاء يشكي له بأنه ضرب في أحد أحياء قريش وهكذا، قال له لو أتيت أهل عمان ما سبوك وما ضربوك، فهذا يعني أن أهل عمان أهل سلم وأهل تسامح وأهل وداد، وهذا يعني ولي فيها بالمناسبة لي فيها بحث منشور في مجلة شرق غرب عن القيم الشخصية العمانية لمن أراد أن يتوسع في هذا المضمار. فالعمانيين عرفوا بأنهم شعب متسامح، ولذلك أحد الرحالة في عام تقريبا 1693 يعني تميزوا بدماثة الخلق وبأنهم متمسكون بمبادئهم ودينهم، ولكن على رغم تمسكهم بهذا الدين وهذه الأخلاق وهذه المبادئ لا يفرضوها على ينظر للآخر نظرة احترام. وأيضا العماني متسامح في معيشته مع الأجناس الأخرى بعيدا عن اللون أو المعتقد وغيره، وهم شواهد لهذا المثال. العمانيين ايضا عرفوا بالاباء، يعني مثلا لاحظنا في الشعب العماني اعتد على نفسه ولم يطلب مساعده من الاخر لانه اراد يثبت بانه هو قادر على ان هذه حتى يستطيع ان يتجاوز ما هو اكبر في المستقبل. العمانيين أيضا شعب متعاون ومتعاضد مع بعضه البعض، وضرب أروع الأمثلة في هذا من خلال الأعمال القيمة المظاهر خاصة في الجمعيات والفرق الخيرية وغيرها. والحمد لله الشعب العماني في هذا يعني في هذه القيمة شعب ضرب يعني الكثير من الأمثلة الكبيرة. أيضا الشعب العماني شعب مسالم، والدليل الكثير من الاتفاقيات التي أبرمها، وهو لا يدخل في يعني صراع، ولا يدخل في عراك، ولا يدخل في خصام، ولا يدخل في فتن، نعم بالفعل ولا دكتور، يتدخل في شؤون الآخرين، هذا معلوم عنه. بالفعل، وهذا نعم واضح جلي على الساحة يعني منذ الأزل منذ القدم.